اعتقد مباريات الادوار الثلاثه الاولى كانت افضل من يعني من بدايه هذا الدور. يعني لاحظنا هناك رغبه كانت، لانه تعرف دوري يعني بدايه الدوري، وكانت هناك رغبه لجميع الفرق بتقديم مستوياتها، خاصه بعد يعني فتره اعداد ليست بالطويله. لكن لاحظنا ان هناك بعض المباريات مهمه، بعض المباريات جيده جدا، بعض المباريات كان بها تنافس كبير، بعض الفرق خاصة المباراة الأولى مثلا لدهوك أمام الشرطة، يعني الشرطة بطل الدوري تعرض إلى خسارة، فمعناها كان اكو تنافس بالمباريات الأدوار الثلاثة. لكن الزوراء أيضا كانت، الزوراء أيضا خسارته، لكنه اليوم شاهدنا المباريتين الأولى يعني أعتقد ما كانت بمستوى المطلوب. ربما يعني بدأ الإجهاد يعني يسيطر على قسم من اللاعبين أو قسم من الفرق اللي ما تسوي يعني ما معناها ما تسوي عملية تدوير ما بين اللاعبين. يعني ذكر كابتن أحمد عبد الجبار أنه لدي عدد كبير من اللاعبين ويقوم بعملية الاستبدال دائما اللاعبين بلاعبين آخرين في سبيل أنه إعطاء فرصة للجميع بالمشاركة، لأنه فعلا يعني فترة الاستشفاء قليلة ما بين مباراة أخرى. زين، على المستوى الفني تحدث كابتن رحيم، تنظيميا شلون تشوف دورينا؟ اختلف عن المواسم السابقة أستاذ ضياء؟ برأيي يعني دخول الفار يعني أثر بشكل كبير يعني على يعني على خلينا نشوف المباريات الثلاثة اللي يعني الأدوار اللي الثلاثة اللي مضن. أنا أشوف يعني ما شهدنا مثلا مشاكل مع الحكام، ما شهدنا يعني مشاكل بين الجمهور وجمهور، يعني باستثناء ما حصل بين زاخو وذوكو، هاي الكل يعرفها أنه هي شغلة مو اليوم، أي من زمان، لا هي هاي من زمان. بس أنا أتكلم على مباريات عديدة، يعني مو حتى الفرق يعني الاعتراض قل، وهذا واحد رضا من الأشياء. أي أكو رضا، نعم بالتأكيد طبعا، الواحد أخذ حقه. يعني أشوف